السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. منذ سنوات يعاني البلد من تضخم سكاني وقلة توفير السكن بمختلف الظروف السياسية منها والاقتصادية والأمنية اللي مرت عليه، حيث تركت آثارها المدمرة على الشعب. اليوم أزمة السكن تتفاقم وتزداد حدتها في المناطق ذات الكثافة السكانية الواسعة، فلا بد من احتواء هاي الأزمة وما تخلفها من نتائج سلبية تعكس على الواقع الاجتماعي وتدارك الأمر. لذلك توجهت حكومة الخدمات حرصا على ديمومة النسيج الاجتماعي إلى وضع خطط تعالج هاي المشكلة وتوفير السكن للمواطن وفق إجراءات تصب في مصلحة الجميع من خلال المتابعة الدقيقة اللي أجراها رئيس الوزراء على هياكل المدن والعمران فيها، ومن ثم الانطلاق نحو إيجاد حلول مناسبة تنهض بواقع البلد وترقى لطموح المواطن المرتقب للمعالجات. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة، فبعد أن قست المؤشرات المائية على العراق نتيجة سياسات الجار، جاءت الأمطار والسيول الأخيرة اللي شهدتها البلاد كفرصة ذهبية لزيادة منسوب الأنهار وتعزيز الخزين الاستراتيجي في السدود والبحيرات وتحقيق القلة في استنزاف ما هو مخزون، فضلا عن زيادة الغطاء الأخضر وصولا إلى رفع اللون الداكن والمؤشر الحرج عن المناطق اللي تعرضت للجفاف وأخرى كانت قريبة من هذا الخيار. مشاهدي الأحبة، ملفاتنا لحصاد هذه الليلة راح نفتحها تباعا ونناقشها مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله. نتحدث عن المناطق الحيوية والسكنية والمهمة في المدن داخل العاصمة وبقية المحافظات اللي تعاني من زخم سكاني كبير خصوصا في السنوات الأخيرة، فمؤشرات التعداد السكاني تتجه نحو الازدياد، لكن حكومة الخدمات تنفذ برنامجها الحكومي وفق الممكن والمتاح لتتجه اليوم إلى السكن ومشكلة العشوائيات لتقتلع جذور الأزمة المتفاقمة وتضع حلول واقعية. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف، لكن بعد نشاهد تقرير الزميلة نوها الشمري. أزمة السكن، كرة الثلج التي تتدحرج لتتفاقم يوما بعد آخر مع تزايد أعداد السكان في العراق، يقابلها ضعف في المعالجات الفعلية لهذه المشكلة التي أصبح يعاني منها البلد كثيرا. فالحاجة الضرورية لإنشاء مجمعات سكنية صارت أمرا واقعا لا بد منه، خصوصا في ظل ارتفاع أسعار العقارات وفوائد القروض التي تحول دون مقدرة المواطن على شراء السكن. فإعانة المواطن وتشجيعه على شراء الأراضي إضافة إلى توفير سكن له تقلل من انتشار العشوائيات في المدن، والتي بدورها تسهم بتدمير المناطق السكنية النظامية وتزيد ظاهرة زحام الشارع، وبالتالي المشكلة نحو التعقيد. وكذلك بعض المقترحات يطرحها الخبراء متمثلة بالمجمعات السكنية والمعالجات التي تعمل على تنفيذها حكومة الخدمات بعد عدة اجتماعات عقدتها مع الجهات المعنية والمتنفذة لطرح الحلول الحقيقية، فهي معضلة توارثتها حكومة الخدمات وتسعى لحلها بعد سنوات الإهمال والوعود الكاذبة التي أطلقتها الحكومات المتعاقبة دون تنفيذ. فالتوجه إلى حل مشكلة السكن أولتها الحكومة الحالية اهتماما ضمن برنامجها الحكومي، والعمل ما زال مستمرا على تنفيذها وتوفير متطلبات إزالتها. نهى الشمري، الأيام الفضائية. حياكم الله مشاهدي الأحبة. بهذا الملف أرحب بضيوفي الكرام، الأستاذ حيدر مجيد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضيفا كريما في الأستوديو، حياك الله أستاذ حيدر. وكذلك ينضم معي في الأستوديو الدكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي، أهلا بك دكتور صفوان. أهلا وسهلا. المهندس استبرق صباح ينضم معنا عبر سكايب، المتحدث باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، حياك الله أستاذ استبرق. ضيوفا كرام، أبدأ مع حضرتك أستاذ حيدر، نتحدث عن ما أطلق مع تقديرات وزارة الإعمار والإسكان اللي هي بحاجة اليوم، العراق بحاجة إلى أكثر من 3 ملايين وحدة سكنية لسد أزمة السكن في البلاد. شنو المبررات اللي أنتجتها أو التداعيات اللي أنتجتها هذه الأزمة في العراق؟
مساء الخير على حضرتك الدكتور قصي استاذ سبرق لجميع السيدات والساده مشاهدي الايام الفضائيه. رمضان مبارك وكل عام والجميع بألف خير. يعني تحدثت حضرتك وايضا التقرير عن الواقع والتضخم السكاني اللي شهد العراق وبغداد، العاصمه بغداد بصوره خاصه، حيث يعني منذ سنوات لم تكن هنالك اي تحديثات على التخطيطات العمرانيه والواقع الحضري للعاصمه بغداد، ايضا ترافقها بالتزامن مع هنالك ازمه مرور خانقه، بالتاكيد هذا راح يسوي يضيق الخناق على المواطن البغدادي وحتى الزائر من بقيه المحافظات. خطه الحكومه هي الان التوجه نحو تخفيف حده ازمه السكن في العراق. هذا الملف مهم جدا وتم تضمينه ضمن البرنامج الوزاري لحكومة الخدمات. سيد رئيس مجلس الوزراء يولي اهتمام كبير بهذا الملف. الآن اليوم كان هنالك اجتماع خاص لمناقشة مشروع تطوير مدينة الصدر، هذه المدينة الكبيرة باسمها بأهلها بناسها بتاريخها بتضحياتها، تعرضت إلى الكثير من المضايقات يعني سواء في زمن النظام المباد وبعد السنوات يعني وبعدها وبعد سنة 2003 تفتقر إلى الخدمات، لكن اليوم هنالك توجه حكومي للنهوض بواقع هذه المدينة لتكون انطلاقة لمشروع راقي وحضري داخل العاصمة بغداد، ألا هو إنشاء مدينة سكنية تحتوي على 90,000 وحدة سكنية إضافة إلى كافة الخدمات، خدمات البنى التحتية وأيضا المنشآت الحيوية اللي داخل هذه المدينة اللي تتمثل بالأبنية المدرسية وكذلك يعني ضمن القطاع التربوي والصحي والخدمات ومساحات الترفيهية والتسويقية. بالتأكيد الأمانة العامة لمجلس الوزراء قطعت أشواط كبيرة وأنجزت ملفات مهمة، أهم ملف هو تخصيص المساحة الخاصة لإنشاء هذه المدينة، وتم تخصيص هذه لصالح أمانة بغداد ما يقارب 4000 دونم. كان هنالك عمل جاد ومثابر خلال الفترة السابقة بتنسيق مباشر بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ودائرة عقارات الدولة وأيضا يعني دائرة بلدية الصدر وكذلك أمانة بغداد. تقريبا حسمت موضوع تخصيص الأرض، الآن الموضوع هو أحيل إلى شركات رصينة لغرض وضع التصاميم الخاصة لهذه المدينة ومن ثم عرضها أمام أنظار اللجنة العليا لغرض الاطلاع عليها وإبداء بعض الملاحظات إن وجدت، ومن ثم المصادقة عليها والشروع بعملية الإحالة إلى شركات رصينة المباشرة بهذا المشروع. هذا المشروع مهم جدا من عدة نواحي. الناحية الأولى هو تخفيف حدة أزمة السكن الحاصلة في العاصمة بغداد، كذلك سيكون هنالك إضفاء جمالية وواقع حضاري لمدينة الصدر ولمدينة بغداد، وكذلك تشغيل الأيادي العاملة وتوفير فرص العمل. راح تتضمن أيضا هنالك شبكة طرق داخلية ومن ثم شبكة طرق تربط هذه المدينة بالمدن المجاورة، هذا راح يكون تحفيز للمدن المجاورة لعملية إعمار، إضافة إلى بعض المشاريع المهمة الأخرى اللي تشهدها العاصمة بغداد الآن بخصوص موضوع فك الاختناقات المرورية أو المتنزهات أو موضوع المجمعات السكنية اللي هي يعني في بغداد والمحافظات. أذكر هنالك 500,000 قطعة سكنية ستوزع على مستحقيها، وأيضا موضوع 15 مدينة ذكية. لا أريد أن أتحدث، الأستاذ سبرق موجود ويتحدث هذا المشروع أيضا حيوي ومهم وأدرس ضمن البرنامج الوزاري لوزارة الإعمار والإسكان. خلينا نذهب للأستاذ سبرق. أستاذ حيدر حياك الله مجددا. أستاذ سبرق يتحدث أستاذ حيدر مجيد عن هذه المشاريع وفسح أمامك المجال حتى نسهب بالحديث عنها. برأيك ماذا يمثل التوجه الجديد للحكومة الحالية لإنشاء مدن جديدة توسعة حدود المدن الحالية بعيدا عن الخطط الكلاسيكية؟ ولقناتكم والسادة المشاهدين حياكم، رمضان مبارك. ورمضان مبارك عليكم إن شاء الله وكل عام والجميع بألف خير صحة وسلامة. فيما يخص المدن الجديدة، شرعت وزارة الإعمار والإسكان بعمل عدد من التصاميم الأساسية للمدن بواقع 15 مدينة. بالحقيقة توزعت هذه المدن مدينتان، في مدينة بغداد هي مدينة علي الوردي، في
في النهروان أو باتجاه توسع النهروان، إضافة إلى مدينة الطارق في مدينة أبو غريب. أيضا محافظة السماوة حظيت بأربعة مدن سكنية جديدة، هي السماوة الجديدة ورميفة وبصية وسلمان. أيضا فيما يخص محافظة بابل هنالك مدينة جديدة سميت بمدينة الجنائن. محافظة صلاح الدين أيضا هنالك مدينة جديدة سميت ببلد الجديدة. محافظة كربلاء المقدسة أيضا شملتها هذا العدد من المدن، هي مدينة ضفاف كربلاء ومحافظة واسط مدينة المتنبي وميسان المجر الجديدة والنجف الأشرف مدينة السلام ومحافظة الرمادي بواقع مدينتان هي مدينة الرمادي الجديدة والفلوجة وأخيرا مدينة البصرة بمدينة السياب. هذه المدن بالحقيقة ستساهم بشكل كبير في تعزيز الرصيد السكني في العراق وتقليل الفجوة السكنية البالغة بحدود 3 مليون وحدة سكنية. هذه الفجوة السكنية كما تعرف حضرتك والسادة المشاهدين تتوسع يوما بعد يوم بالنمو السكاني البالغ بحدود 3.1%. نحن بحاجة إلى الملايين من الوحدات السكنية، لكن بكل تأكيد هذه المدن ستسهم بشكل فعال في تعزيز الرصيد وتقليل الفجوة السكنية الحاصلة. بالحقيقة فيما يخص هذه المدن 15 مدينة المصادق عليها مصادقة نهائية، ستعمل هذه بالحقيقة بحدود توفير ما يقارب 730 ألف وحدة سكنية، منها بحدود 670 ألف وحدة سكنية بناء أفقي بواقع حيث سيتم توزيع عدد من قطع الأراضي السكنية بمساحة 200 متر مربع. هذه وأيضا هنالك مساحات ل 300 و 400 و 600، لكن احنا بالحقيقة نستهدف لأن نستهدف أكبر شخص من المجتمع اللي هي متمثلة بالطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة لغرض توفير السكن اللائق وتحقيق جودة الحياة. أيضا ما يخص تخطيط هذه 15 مدينة المصادق عليها، تم الإعازة للجهات التخطيطية والتصميمية باتخاذ كافة معايير الاستدامة ومعايير تحقيق الجودة في هذه المدن. احنا بالحقيقة نريد نسوي مدن سكنية متكاملة من ناحية كافة استعمالات الأرض، ليس فقط من ناحية أيضا في باقي الاستعمالات الأرض اللي هي الاستعمالات الدينية والترفيهية والتجارية والصناعية، أيضا استعمالات الأرض لأغراض النقل. وبالحقيقة ما نريد أن تكون هي مدن مبيت، وإنما نركز أيضا على أن يكون هنالك أساس اقتصادي لهذه المدينة. أستاذ استبرق، إذا ما توقفنا عند الأساس الاقتصادي، خلينا أذهب إلى الدكتور صفوان قصي. دكتور، نتحدث عن إنجاح أي مدينة سكنية يتطلب بيئة تساعد على النمو الاقتصادي. طيب شنو طبيعة الخطط اللي وضعت لبث الروح والحيوية الاقتصادية في هذه المدن من وجهة نظرك؟ طبعا داير بحضرتك وبالضيوف الأعزاء المشاهدين الكرام، طبعا من الواضح أن حكومة السوداني تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة اللي أحد أولوياتها هي عبارة عن عملية توفير السكن اللائق. لدينا مشكلة ارتفاع أسعار العقارات سواء كان في العاصمة بغداد أو في بقية المحافظات، فاللجوء إلى إنشاء تجمعات سكنية سيساهم في كسر أسعار العقارات والأراضي على مستوى جميع أنحاء العراق، وبالتالي توفير سكن لائق للذين حاليا يسكنون في العشوائيات والسكن غير النظامي. عملية استحداث مثل هذه المدن يفترض أن تتناغم مع دراسة جدوى اقتصادية لاختيار موقع هذه المدن، بحيث يتم إنشاء تجمعات صناعية قرب هذه المدن أو تجمعات زراعية أو تجمعات للصناعات الغذائية، أو أن تكون هي على طريق نقل البضائع من ميناء الفاو إلى الاتحاد الأوروبي. فعملية التفكير الاستراتيجي في تحديد المكانات التي يمكن أن تنشأ بها هذه المدن بهدف الاستدامة، يعني لدينا العديد من المدن تموت تدريجيا نتيجة عدم وجود فرص عمل قريبة منها، فعلينا التفكير بخلق بيئة مناسبة لاستدامة النمو في هذه المحافظات أو في هذه المناطق الجديدة، مع ضرورة التركيز على تجربة بسماية على اعتبار أنها تجربة ناجحة، فيمكن تكرار نفس التجربة في هذه التجمعات السكنية المستحدثة، على ضرورة أيضا أن تكون لدينا مدن ذكية
يعني تتناغم مع التكنولوجيا، خاصة نحن أمام يعني ثورة في قطاع الأعمار، في كل القطاع، في كل الخدمات. الحقيقة ما يشهد البلد حاليا هو عبارة عن عملية تحول، وبالتأكيد هذا الاستثمار هو استثمار محفز. يعني عندما يكون لدينا عائلة تسكن في وحدة سكنية لائقة، بالتأكيد المردود الاجتماعي سينمو مع مرور الوقت، وعلينا أن نخلق مثل هذه البيئة لأنها صالحة للسكن وبالتالي التعلم، وبالتالي تتحول جزء من الطاقة السلبية في المجتمع إلى طاقة إيجابية. فنحن مع أن تنظم هذه المدن على أساس أنها بالتأكيد يجب أن تكون لدينا شبكة من الطرق مع إنشاء هذه المدن، ونظام اقتصادي واضح لآلية خلق فرص عمل لساكنين هذه المدن الجديدة. العراق طبعا مقبل على 50 مليون نسمة خلال 2030، فعلينا التفكير الاستراتيجي في إيجاد معدلات نمو للسكن بما لا يقل عن 100 ألف وحدة سكنية سنويا، لكي يكون هناك نمو مستدام للوحدات السكنية بعيدا عن تقطيع المنازل وإنشاء العشوائيات، وكذلك تخفيض تكاليف الوحدات السكنية تكون من خلال تحريك ملف الاستثمار في قطاع الإنشاءات على مستوى الحديد والصلب، على مستوى قطاع الإسمنت، قطاعات المكملة للوحدات السكنية، لكي تكون لدينا أيضا فرص عمل تستثمر هذه المدن. الموضوع متكامل يعني من الأيدي العاملة إلى طريقة تقديم الخدمة للمواطن. هنا سأل أستاذ حيدر عن الحكومة لما وضعت المخططات الأولية لمدينة الصدر، نوهت حضرتك ولكن نحكي بتفصيل، أكو وحدة يعني حددت المساحة اللي راح ينشأ عليها المشروع، بالتالي هل اقتربنا من الخطوات الفعلية؟ بالتأكيد عندما نتحدث عن حسم ملف الأرض وتخصيصها تمليكها إلى أمانة بغداد الجهة القطاعية لهذا المشروع، هذا إنجاز كبير بحد ذاته. الآن ما هي إلا خطوات بسيطة جدا بعد الانتهاء من وضع التصاميم الخاصة وعرضها أمام اللجنة كما ذكرت إبداء الملاحظات وجدت ومن ثم المصادقة عليها. لا يوجد أمامنا الآن إلا مرحلة واحدة وهي إحالتها إلى شركات رصينة، ومن ثم اختيار الشركة اللي يقع عليها الاختيار والشروع. كل الأرضية جاهزة للشروع بهذا المشروع الحمد لله والشكر. كل مسألة التجاوزات حسمت، هي الأرض يعني فارغة بحدود 85% 80 إلى 85% لا توجد هنالك تعرضات وتجاوزات، هي أرض متروكة فقط الآن أمام الانتهاء من إعداد التصاميم ومن ثم إحالتها إلى شركة المباشرة بها. الأستاذ استبرق يعني 15% من ساكني العشوائيات إذا ما تحدثنا عن هذا الموضوع راح يتوجهون لهذه المدن الجديدة، وهذه القضية بطبيعة الحال راح توفر الحل البديل، وهكذا تتم العملية تدريجيا. شلون نقدر نوصل للمواطن الخطوات المتتالية لهذه العملية؟ فيما يخص مسألة العشوائيات بالحقيقة هي وزارة التخطيط هي الأكثر معنية بالحقيقة فيما يخص نقل هؤلاء واستعانهم في هذه المدن الجديدة. العشوائيات هي كان ضمن سياسة الإسكان الوطنية، عند تحديث هذه الوثيقة من قبل وزارتنا تم اقتطاع هذه الفقرة وهي الآن بالحقيقة من مسؤولية وزارة التخطيط بالأخص في استراتيجية الفقر، في استراتيجية أو دائرة أو الخاصة باستراتيجية الفقر. سيتم تخصيص طبعا المساحات الصغيرة اللي ذكرتها حضرتك اللي هي 200 متر، اللي هي 200 متر من الأراضي المخدومة خدمة كاملة بالشوارع والأرصفة والماء والمجاري وإسكان هذه الطبقات أو ما تعرف بالطبقات الهشة من المجتمع لتستفاد بالحقيقة من هذه المدن ضمن البرنامج الحكومي الحالي. طيب دكتور صفان، إذا كانت هذه المشاريع ستنشئ 12 مدينة سكنية نموذجية، هنا يعني راح يتطلب انه هذا الموضوع اسقاطه على خارطة الأزمة، اذا كيف ستنعكس 12 مدينة سكنية نموذجية؟ وبالتالي نتحدث عن بنى تحتية، نتحدث عن زحامات اذا كانت داخل المدن، واذا كانت خارج المدن طرق الربط مع المركز شلون راح تكون؟
واضح يعني أن العراق طبعا بحاجة للاستثمار في الطرق الحولية خاصة حول العاصمة بغداد في هذه المرحلة وبقية المحافظات تدريجيا طبعا بالشراكة مع الاستثمار. يعني علينا أن لا نعتمد فقط على إيرادات وزارة المالية في إنشاء هذه التجمعات السكنية، علينا وضع خريطة واضحة للاستثمار في كل القطاعات، وقطاع السكن بالتأكيد هو قطاع محفز لبقية القطاعات. فإذا ما وجدنا شركاء مستثمرين في قطاع السكن يستطيعون أن ينفذون مشاريع يعني كبيرة مثل هذه المدن الجديدة، وتدريجيا تساهم الدولة في تكوين البنية التحتية بالشراكة طبعا مع هذه المشاريع الاستثمارية بربطها بمنظومة من الطرق. العراق لا يزال طبعا يحتاج إلى فتح نافذة الاستثمار في الطرق، في الوحدات الصحية، في محطات تحلية المياه، من أجل أن تكون لدينا مدن ذات خدمات لائقة بسكانها. وبالتأكيد نحن أيضا بحاجة إلى التركيز على المدن القديمة خاصة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات، بحيث نغير من شكل المدينة القديمة، لأن قسم من هذه المدن أصبحت غير لائقة للسكن، وهي عبارة عن أراضي يعني مملوكة قسم منها للأوقاف الدينية، وسكانها يستطيعون أن يكونون شركاء في تجمعات سكنية تحول هذه المدن التي الآن غير نظامية والتي أصبحت تكاليف الصيانة عالية ضمن هذه المدن، خاصة مع نظام التحول وقبول العراقيين لفكرة المشاركة بالسكن العمودي النظامي. فتدريجيا من الممكن أن تكون تكاليف الثابتة لإنشاء الربط، القطارات، المترو، الطرق السريعة مع هذه المدن نافذة لجعلها مدن تجارية تستطيع يعني الاعتماد على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في إيجاد فرص عمل، ويمكن أن تتخصص هذه المدن حسب موقعها. لاحظت أن هناك 10 مدن في محافظات العراق، طبعا محافظات العراق تمتلك ميزات يمكن أن تكون هي عنوان لهذه المدن السكنية الجديدة، من أجل أن توضع يعني آلية لتحويل وتحديث حتى المدن القديمة، لأننا بحاجة إلى أن يعني نحدث ثورة في عملية الانتقال من النظام الغير تقليدي في الوحدات السكنية إلى النظام التقليدي والنظام الحديث، لكي يكون هناك استهداف للعشوائيات وإزالة العشوائيات والانتقال إلى السكن النظامي. إذا ما تحولنا إلى النظام غير التقليدي أستاذ حيدر، كما تحدث الدكتور صفوان، هذا الموضوع ليس بحاجة فقط إلى الطرق الحلقية وغيرها من هذه الروابط، هنا مشاريع أخرى راح تضاف إلى هذه المدن، بناء مدارس، رياض أطفال، إذا ما كانت هنالك أيضا جامعات، أسواق، خطوط الكهرباء، بنى تحتية، ماء ومجاري. إذن كل هذه المتطلبات راح تستوجب أنه ترافق هذه المدن الجديدة، أكو تنسيق مع الجهات المختلفة، الجهات القطاعية من وزارات وهيئات في هذا الخصوص؟ بالتأكيد يعني بالوقت الحاضر الآن المجمعات والمدن السكنية بدون بنى تحتية ما راح تنفع، بنى تحتية بدون حل لأزمة الاختناقات المرورية أيضا ما راح تنفع ولا راح تكون سلبية، بدون توفر مؤسسات صحية أو تربوية. الآن هنالك يعني عبارة عن ثورة من المشاريع انطلقت تقريبا جزء منها، والباقي سينطلق بعد إقرار الموازنة إن شاء الله. نتحدث عن فك الاختناقات المرورية، هنالك طريق الدورة اليوسفية السريع افتتح الآن، يعني طول الطريق 15 كيلومتر، باستطاعة المواطن أن يصل إلى الطريق الدولي منطقة اليوسفية بوقت لا يتجاوز 5 إلى 7 دقائق. مع العلم سابقا كنا نقطع مسافة ساعة ونص إلى ساعتين بسبب أزمة الاختناقات المرورية في طريق الدورة السريع، وكذلك في منطقة علوة الرشيد مرورا بمدينة اليوسفية. هذا واحد من المشاريع المهمة. أيضا هنالك مشروع فك الاختناقات المرورية، موضوع مداخل بغداد، العاصمة بغداد الآن يسير بوتيرة عالية، بالتحديد مدخلي بغداد كوت وبغداد بعقوبة، هنالك نسب إنجاز تجاوزت 60-65%.
مدخل الموصل من منطقة التاجي كان هنالك بعض المشاكل والتعارضات. بعد اجتماع السيد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية وجه لحل الإشكال خلال فترة أسبوع، لكن لله الحمد خلال يومين تم حل كل الإشكالات ونزلت الآليات وتمت المباشرة. نتحدث عن الطريق الحلقي، هذا الطريق الحيوي المهم اللي هو يعني تقريبا طوله 96 كيلومتر، الآن يعني في مرحلة وضع التصاميم والدراسات. موضوع القطار المعلق اللي كان متأخر منذ سنوات بسبب الوضع الاقتصادي والموازنات أيضا وصل إلى مراحل متقدمة، التصاميم جاهزة، فقط الآن موضوع الاتفاق مع شركة الستوم الفرنسية وشركة هونداي الكورية على موضوع التخصيصات المالية. أيضا هنالك مشاريع أخرى انطلقت، يعني ثلاث مشاريع خلال الأسبوعين الماضيين ضمن أزمة فك أزمة الاختناقات المرورية في بغداد، هي ما يقارب 60 مشروع. الحزمة الأولى انطلقت ثلاث مشاريع مناطق شرق القناة، هنالك مجسرات. الحزم الأخرى ستنطلق تباعا، هذه المشاريع بالتأكيد راح تسهم في فك الاختناقات المرورية داخل العاصمة بغداد. هنالك ثلاثة جسور تربط جانبي وعبر نهر دجلة، وكذلك يعني ما يقارب 16 إلى 20 مجسر ونفق، إضافة إلى تأهيل عدد من الشوارع وتوسعتها، وإضافة يعني لمسات أخرى فنية بتوسعة وتأهيل التقاطعات المهمة، إضافة إلى مشروع المرحلة الأولى لمشروع تأهيل شارع أبو نعاس، يعني إن شاء الله قريبا ستنتهي مباشرة بالمرحلة الثانية. مدينة الصدر يعني عدد من شوارعها الرئيسة شهدت عملية تأهيل وتطوير باستطاعتنا نلاحظ. أيضا في المحافظات هنالك مشاريع ستنطلق سواء كانت حكومية أو على تنمية الأقاليم، مشروع الأبنية المدرسية النموذجية، هذا المشروع الأول ضمن الاتفاق الإطاري العراقي الصيني، والآن المرحلة الأولى 1000 مدرسة وصل إلى مراحل متقدمة، زيارات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دائرة المشاريع الوطنية والأبنية المدرسية مستمرة بزيارات مسائية أسبوعية، هنالك هياكل خارجية اختتمت تقريبا والتحول لإنهاءات الداخلية، مرحلة ثانية 3000 الآن الإعداد على قطع الأراضي، إضافة إلى مشاريع تنمية الأقاليم بخصوص الأبنية المدرسية، مشروع رقم واحد المتلك أيضا أنجز وتم حل كل الإشكالات القانونية. نتأمل إن شاء الله المرحلة المقبلة تسير كما مخطط لها ضمن البرنامج الوزاري، ويشهد العراق تحول أمراني في كافة القطاعات بإذن الله. إذا ما تحدثنا عن بعض الأمور الفنية أستاذ استبرق، يعني حكينا عن المشاريع المدن، نسأل حضرتك يعني هل أحيلت هذه المشاريع اللي راح تنفذ إلى شركات عامة، شركات خاصة، شركات مختلطة بين القطاعين، هل أحيلت للمكاتب الهندسية؟ سيتم إطلاق مدينة الطارق السكنية اللي تتضمن المرحلة الأولى بها بحدود من 4000 إلى 5000 وحدة سكنية. أيضا يتم تدارس كافة العطاءات، وتم وضع معايير خاصة اللي يمكن بموجبها المطورين أو شركات القطاع الخاص التقديم للدخول والمباشرة بإعداد هذه المدن، حيث تم استحداث بلديات أيضا تم استحداث بلدية علي الوردي في النهروان، وأيضا تم استحداث بلدية السلام، وتم استحداث بلدية المتنبي وبلدية الديوانية الجديدة كمرحلة أولى. أيضا المرحلة الثانية تم استكمال إجراءات نقل ملكية هذه الأراضي إلى المدن الجديدة التي أقرت تصاميمها الأساسية إلى المؤسسات البلدية القائمة بموجب قانون تمليك العرصات رقم 3 لسنة 1960، وإن شاء الله ستكون انطلاقة كبيرة في المستقبل القريب العاجل لهذه المدن لغرض توفير السكن اللائق لكافة أفراد المجتمع. طيب أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ استبرق صباح، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، ضيفا كريما انضمت معنا عبر سكايب، وشكر كثير لحضرتك الأستاذ حيدر مجيد المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ضيفا كريما في الأستوديو، وكذلك الدكتور صفوان قصي الخبير المالي والاقتصادي. شكرا لكم ضيوفا الكرام، نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع.
من جديد حياكم الله مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريمين الأستاذ تحسين موسى والخبير الزراعي والمائي، حياك الله أستاذ تحسين، وكذلك رحب بالأستاذ عادل مختار الخبير الزراعي والمائي انضم معي عبر سكايب. أبدأ مع حضرتك أستاذ تحسين، تحدث عن مليار متر مكعب إضافي للخزين الاستراتيجي، ماذا يمثل هذا الرقم؟ مساء الخير عليكم وعليكم مشاهدي الكرام، رمضان كريم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وتحية للدكتور عادل المختار، شكرا جزيلا. بالحقيقة أكيد كنا فرحين بالنسبة للأمطار، خاصة بعد 4 سنوات من الجفاف وما وصل إليه الوضع والخزين المائي إلى وضع حرج جدا. لكن الحديث عن مليار متر وأن يكون لحل المشكلة الكبيرة والمعقدة التي ضربت حوضي العراق أو ضربت الماء بصورة عامة، لا أعتقد هذا لا يشكل شيء، وربما لا حتى في عملية التبخر ندفع أكبر من هذا الرقم. ولا أتينا على عملية الاستهلاك، في وضعنا الحالي نحن نستهلك بحدود 1.5 متر مكعب شهريا، إذن الوضع المائي لا يزال المؤشر خطير جدا، والوضع في تراجع كبير وخطر، ولا يمكن أن نبعث رسائل مطمئنة، ولا يمكن أن يكون الوضع طبيعي، وهذه التحذيرات مستمرة، بل بالعكس نحن مقبلين على ارتفاع في درجات الحرارة، ولربما سيكون هذا الصيف قاسي. وتحدث معالي وزير الموارد المائية وكانت رسالته واضحة جدا، علينا الاستعداد لوضع حرج جدا. لا أنا أعتقد ستتوقف لدينا الخطة الصيفية لهذا الموسم بهذا الخزين المتدني، ربما ستكون هناك تأمين للبساتين، أو طبعا ما الشرب بالدرجة الأساس، لكن نتكلم عن المستهلك الأكبر وهو الزراعة. وضع اسمح لي خلي قاطعك أستاذ تحسين، لا اسمح لي، يعني هذه الكمية قبل أن تحول البساتين، دكتور عادل جودة الحبيب حضرتك، نتحدث عن هاي الكمية، لما نقول مليار متر مكعب اللي دخلت الخزين المائي للعراق، هل راح ترفع من مؤشرات الجفاف، ترفع من الخطر المائي اللي أحاط يعني بهذه القضية خلال المدة الماضية؟ لا بالحقيقة يمكن عفوا أستاذ تحسين، خلينا ننتقل للدكتور عادل. عفوا إذا سمعت الدكتور عادل تفضل. اللي حضرتك إذا تسمح لي أرحب بضيفك الكريم حقيقة مهندس تحسين موسوي، علم بالموارد المائية. الشيء اللي أردبدي به أرد أقول شيء، كل الأمطار اللي جتي تم الاستفادة منها بالكامل، وهو أي من جمهورنا الكريم يتعجبون يقولون وين راحت الأمطار. الأمطار جتي نوعين، نوع جنوب سامرة هو هذه استفادينا منها في موسم الشتاء، تحقيق الري للمزروعات الموسم الشتوي وتدعيم للأهوار، وأيضا دفع كميات مياه حلوة إلى المحافظات الجنوبية ودفع اللسان الملحي. إذن انتهينا هاي الأمطار اللي جتي في جنوب سامرة، أما شمال سامرة كلها تم خزنها بالكامل. كمية الأمطار أيضا أرد أشير إلها جمهورنا حتى يعرف، الأمطار اللي جتي شهر 12 والواحد والاثنين مثل ما قالت وزارة الموارد المائية قدرت بمليار واحد فقط، تم الخزن مالها 250 مليون اللي جتي شمال سامرة، أما 750 هذه كلها قلنا مثل ما قلنا استفادينا منها بالموسم الشتوي. أريد أذكر أيضا في نقطة مهمة، تركيا زيدت الأطلاقات، رب جمهورنا يسأل يقول لعد هاي الأمطار اللي كانت في الشمال وتركيا زيدت إيش قد كميتها؟ حقيقة أتوقع أن كمية المياه اللي جتي من تركيا تعادل 500 متر مكعب بالثانية خلال شهر، يعني تطلع مليار وربع مليار ونص، بالإضافة للإيرادات الزاب الأعلى زاب الأسفل، هذه كلها بحدود مليارين مليارين وربع. لكن إحنا دعمنا رية الفطام بكمية كبيرة، لأن كانت تقدر بمليارين ونص حجمها حسب ما صرح معالي وزير الموارد المائية، فالمتبقي هو مليار مليار وربع ندعم بالخزين مالنا. هذا الخزين مثل ما قال معالي وزير الموارد المائية أسوأ خزين منذ ثلاثينيات القرن الماضي، ويقول الوضع المائي حرج جدا، فإذا واضح اليوم إحنا في صيف قاسي، وأيضا هاي الكميات اللي قدرنا نخزنها ما راح تقدر تعبرنا أو تسوي شيء بالنسبة للموسم الزراعي. تصريح معالي الوزير في اجتماع التنسيقية للموارد المائية كان صريح، يقول كميات المياه راح تخزن هي اللي راح تحدد الخطة الزراعية بالموسم الصيفي.
إذا الخطة الزراعية بالموسم الصيفي راح تكون هناك محددات حتى نقدر أن تكون الأولوية لتوفير مياه الشرب. اليوم المشكلة حقيقة باتت واضحة للعلام، ماذا لو كان الشتاء القادم جاف أيضا؟ وهنا الخزين متعرض لأزمة كبيرة، وتعرف حضرتك إذا كان جاف معناه الوضع راح يكون خطر جدا. نعم. طيب أستاذ تحسين، يعني العبرة بطريقة الاستفادة من هاي الكميات سواء كانت أمطار أو سيول، شلون نوضح هاي العبارة؟ هو بالحقيقة هذه نعتبرها من الإيرادات الداخلية بغض النظر عن ما يأتي من دول الجوار. تعرف بالذات حوض دجلة يتمتع بإيرادات داخلية من 20 إلى 25%، وهذه ربما ستكون اللبنة الرئيسية أو الاعتماد الأكبر عليها، خاصة وأن لحد هاللحظة العراق ما توصل مع دول المنبع مع الجانب التركي إلى اتفاقية، وكانت آخر زيارة رئيسية دولة رئيس الوزراء الاتفاق على اطلاق بزياده بحدود 200 متر مكعب بالساعه مثل ما تفضل الدكتور، وصلت الى 400 و500 متر مكعب، ومده شهر حقيقه هي محبطه جدا، وبعثت يعني دقه ناقوس الخطر، حيث كنا نتامل ان يكون هناك استجابه من الجانب التركي، وخاصه وان العراق، وكانت رسائل السيد دولة رئيس وزراء أن العراق تعاون مع الجانب التركي، تعاون بالملف الأمني، تعاون بالملف التجاري، إذن أبدأ عملية حسن الجوار. لكن حقيقة أعيد سؤالك، ومثل ما تفضل الدكتور أنه هذه الرية أو هذه الأمطار لربما هي كانت إنقاذ لرية الفطام، خاصة بعد ما عجزت وزارة الموارد المائية بسبب نفاذ المخزون. نحن نتكلم عن جزء ميت، نتكلم عن خزين متدني وصل أقل من 7 مليار متر مكعب، نتكلم عن موسم رابع للجفاف، نتكلم عن انخفاض كبير في حصة المواطن العراقي. كل المؤشرات كانت تشير على أنه عام 25 بسبب تطرف المناخ، بسبب دخول العراق ضمن 5 دول، وبسبب عدم توصل الاتفاق يلزم دول المنبع بإعطاء حصص العراق المائية، أن حصة الفرد العراقي ستنخفض من 1250 متر مكعب سنويا إلى 250 أو 300 متر مكعب، وهذا رقم حقيقة لحد هاللحظة أعتقد يعني للأسف الكل مدى يشعر بخطورة الوضع والأزمة القادمة. إذن الكلام اليوم على أنه الوضع، نتكلم عن أنه هي رية للفطام، نتكلم عن أنه هناك إحياء للمراعي الطبيعية، لربما انعاش جزء بسيط من مناطق الأهوار، أما عن كمية مخزون وأنه مرحلة أن الوضع المائي استقر أو تحسن نوعا ما، لا بالعكس، وبدليل بلغة الأرقام أننا لا نستطيع تنفيذ الخطة الصيفية، ذاهبين إلى إيقافها، أعتقد ستوقف. أستاذ تحسين مهنان، في هاي النقطة دكتور المختار وضح لنا في قضية مهمة، قسمنا الحصص المائية أو توزيع الأمطار والسيول على محافظات العراق، وهنا السائل يعني في هل أن اختلاف أو الاختلاف في طبيعة الاستفادة شلون راح يكون إذا تحدثنا في شمال سدة سامراء، مقدمة سد الموصل، أكو إمكانيات لحز الخزن والحجز لأكبر كمية من المياه، أما في الجنوب فيبدو أن العملية معاكسة تماما. لا بالحقيقة أستاذ أحمد، أولا احنا نتكلم مسألة السدود هي تحكم بها الجغرافيا، يعني احنا نتكلم عن الخزانات والسدود، هي تتحدث بها الجغرافيا قبل كل شيء. بالنسبة للمناطق الجنوبية هي تكون هناك مجرد أن تكون نواظم أو سدود، سد مثل سدة الكوت، مثل سدة الهندية، هي فقط لعملية توزيع المياه أو حجز المياه أو رفع المنسوب أو إطلاقه. أما بالنسبة للخزانات فهي أكيد أنت تعرف جنابك اللي موجودة بالوديان وعالي الجبال، أما مسألة التحكم والإطلاقات هذه تتحكم بها وزارة الموارد المائية من خلال التوزيع، وهذا الأمر أيضا الآن يتلاقي به صعوبة وزارة الموارد المائية، ولربما لاحظ التركيز كان اجتماع دولة رئيس الوزراء الأخير مع الوحدات الإدارية مع المحافظين لمحاولة السيطرة ليكون هناك توزيع عادل، كون أن المناطق الجنوبية لحقها ضرر كبير جدا، تعتبر ذنائب نهر وفقدت الخطة كثير من الخطة الزراعية، بالعكس بل ذهبت إلى أبعد من ذلك، كانت هناك هجرة، كان هناك نفوق، كان هناك أيضا زيادة بالتصحر بالمساحات الزراعية. إذا نحن نتكلم أسفل بغداد يكون الوضع أصعب ويكون الوضع حرج بالنسبة لوضع المياه.
ناهيك عن المناطق اللي يعني وضع البصرة، وضع الذيقار، وضع السماوة، سيكون الوضع هناك حرج جدا. بالعكس على هذا الحرج أستاذ تحسين، نشكر الدكتور المختار. دكتور عادل، يعني كيف جرى توزيع هذه الإيرادات المائية بين البحيرات والأنهار وحتى الأهوار؟ شكرا جزيلا لحضرتك على هذا السؤال. اليوم المشكلة اللي نعاني منها الاستراتيجية إدارة المياه حقيقة لا زالت ضعيفة أمام التحدي الخطير. وشفنا قبل أسبوع يمكن ممثل اليو ان دي بي للأمم المتحدة صرح تصريح خطير، قال أسوأ جفاف يمر بالعصر الحديث. اليوم أنت المفروض تبدي في خزن المياه وليس أسلوب الزراعة. هاي مشكلة كبيرة اللي أرد أقولها حقيقة وبالأرقام. اليوم أنت لازم تبني استراتيجية زراعية أو خطة زراعية على أساس كمية المياه اللي راح تستخدمها وليس كبر المساحة المزروعة. يعني على سبيل المثال اليوم أنت لازم تبني خطة زراعية بسنة كاملة على 10 مليار متر مكعب فقط، بينما احنا اليوم نستخدم خطة زراعية تعادل أكثر من 30 مليار متر مكعب. ده شوف الفرق. يعني لازلنا نعيش في أيام البحبوحة المائية. أيضا لازم تعرف إيش قد تحتاج مياه شرب، وإيش قد للنفط، وإيش قد للصناعة. اليوم لازم تحدد احتياجك بالضبط. على هالأساس لازم تبني خطة بـ30 مليار، 10 اللي هي للزراعة و10 لاستخدامات البشرية والنفط والصناعة، والمتبقي أكثر من 10 مليار هاي تدعم وضعك أو الخزين المائي إذا كان الشتاء القادم جاف. هذه الكارثة اللي إحنا دنخاف منها ودنحذر لكن ما حد يسمع. إحنا دائما نشوف تحذيراتنا، قلنا إحنا بالتاسع إذا ما جت لينا شهر 12 أمطار غزيرة راح يكون الصيف قاسي، وفعلا ما جت أمطار غزيرة. يعني شمال سامراء نقدر نخزنها، فلذلك الصيف قاسي. واليوم وزارة الموارد المائية تأكد اليوم تأكيد الجديد، ماذا لو كان الشتاء القادم جاف؟ راح يكون الوضع خطر. إذن أول أساس أو أول عمل تبني خطة زراعية على أساس كمية المياه، وهذه هي المشكلة لحد الآن. إحنا نبني خطط زراعية على أساس كميات طيب. المساحات المزروعة. طيب هنا دكتور إذا اسمح لي يعني من فضلك هاي لتقنين المياه. نعم دكتور، راح تغير هاي الإيرادات المائية من طبيعة الخطة الزراعية الصيفية، السماح للمزارعين بزيادة مساحة ما هو مزروع، يعني أن الوقت ما زال مبكر للحديث عن هذه النسبة. طبعا سؤال مهم جدا. بالنسبة للموسم الصيفي معالي الوزير قال راح تكون هناك محددات كبيرة بالنسبة للموسم الصيفي، لأن الكميات الخزين ضعيفة. يعني ما قدرنا نخزن أكثر من مليار، وفي أحسن الأحوال مليار ونص. يعني أنا أصور الخزين ما أنه لازال دون 9 مليار، رغم أني دا أسبق الأحداث لأن وزارة الموارد ما علنت إيش قد الخزين. لكن أنت إذا استمريت اليوم نشوف الفلاحين بدأوا يهيئون الأراضي للزراعة، هذا بحد ذاته مؤشر خطير، لأن أنت لازم تبني خطة زراعية على أساس إيش قد مي عندك. بينما نشوف هم انطلقوا بنفس العقلية مال قبل، أنه على أساس البحبوحة المائية وعندك أمطار وعندك مياه، فيبدون يشتغلون على مساحات الأراضي المزروعة. هذا خطأ كبير. حان الوقت لإعادة النظر بالسياسة الزراعية استراتيجية أو إدارة المياه بالنسبة للموارد المائية. يجب أن تتغير على أساس خزين، زيادة الخزين وليس زيادة الرقعة على المساحة المزروعة. يعني العام شفنا بالنسبة للحنطة زرعنا 6.5 مليون دونم، بغض النظر عن التجاوز، وانت شجعتهم أن يتجاوزون، و4 مليون دونم على المياه الجوفية، وهذا أيضا خلل. يعني انت العام الماضي بحدود 12 مليون دونم زرعت كديمي أمطار ومياه جوفية وسطحية. هذا مؤشر يعني أنا برأيي خطير، لأن انت كان لازم تزيد الإنتاجية الدونم وتقلل المساحات المزروعة حتى تستهلك مياه أقل. لكن لحد الآن الوضع نفسه خطر. المشكلة احنا اليوم دخلنا بمرحلة الخطر اللي هو الخزين الاستراتيجي. نعم. بدأ يتعرض للخطر وهذا مؤشر خطير. نعم أنا أشكرك شكرا جزيلا الدكتور عادل المختار الخبير الزراعي والمائي، أثريت الحوار في هذا الملف.
ضيفا كريما انضمت معنا عبر سكايب، وشكر كثير لجنابك الأستاذ تحسين الموسوي الخبير الزراعي والمائي ضيفا كريما في الأستوديو. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. لقاؤنا في الغد بإذنه تعالى، في أمان الله.